قلنا سيجما بنقول البي بيرنج ساند عباره عن السيجما بي داش عند التب. طول ما كان التب او طول الخازوق جوه طبقه الساند اقل من الكريتيكال ديبث كويس، بتضربها في الان كيو بتاعت الساند اللي هي فانكشن في الفاي بتاعت الساند، بتخش بتحاسبها اسمها حاجه اسمها باي داش فانكشن على طريقه التنفيذ بتاعت الخازوق، بتخش الجدول كده تطلع الان كيو، تعمل بقى انتربريشن تعمل وتطلع قيمه الان كيو وتضربها في الاريا بتاعت التب. انما في الفريكشن قلنا عباره عن برضه سيجما بي داش، بس هحسبها فين؟ في نص طول الخازوق في الطبق. ليه؟ لان انا قلت لك ان انت تحسب الحجم بتاع التوزيع بتاع الفورس ده. ولما احنا نحسب سيجما بي داش الحمل الراسي بضربه في الكي اتش سي يديني حمل جانبي، يبقى شكل الاستريس الحمل الجانبي حوالين الخازوق زي 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 فوليوم كده شبه منحرف لو هي طبقه سن من تحت مثلا، او مثلث كده لو هي طبقه سن معموله من الاول. ده الفريكشن اللي فيها، قلت لك الحجم بتاع الشكل ده هو ده الفريكشن فورس. عشان كده انت بتجي ضربته في الميو اداك الفريكشن، حجم الشكل اللي هيتكون ده هو دي الفريكشن فورس بتاعت السن. عشان كده حسبت نص الطول في نص القيمه دي ضربتها في البريمتر في اللينس اداك الحجم، الحجم ده هو الفورس. كويس يا شباب؟ فانت بعد ما بتحسب السيجما بي تضربها في الكي اتش سي تضربها في الميو حددت الفريكشن، تضربها في الباي في الدي في طول الخازوق في الطبق تحدد الفريكشن فورس بتاعتها. هنراجع الكلام ده سريعا كده في المسائل اللي احنا حليناها اللي هي 1 دي. قلنا عندي عمود عليه 300 ضم، بيقول لك الخازوق طوله 14 متر وقطره 50 سم وموجود في طبقه كلي. قلنا عايزين نعمل ديزاين هنا، يعني ديزاين عايز اعمله؟ عايز احدد عدد الفاينز واعمل ارينج توزيع ليه. قلنا بنعمل ايه اول خطوه في كل مسائل الفايل؟ بتبتدي بي التيميت الفايل واحد. الفايل ده هيتكون من ايه يا شباب؟ بيرنج كلي وبي فريكشن كلي. البي بيرنج كلي عباره عن 9 سي، 9 هي ان سي وانا رقم ثابت، ضربها باي على 4 في دي سكوير اللي هي الاريا بتاعت التب. ما تنساش احنا قلنا ان السترينث هنا في البايز انا بتعامل مع فورسز، انما في الشيرف فاونديشن والبيرنج كمان كنت بتعامل مع ستريسز، هنا بتعامل مع فورسز حاجه بتقدر ضم وحدتها كيلو جرام، حضرتك وحدتها كيلو نيوتن وات ايفر يعني. تمام؟ بعد كده هاجي في الفريكشن عباره عن الفا في السي، السي بتاعته 5 اقدر اخد الالفا ب 0.6 او اخدها ب 0.7 لان هي 0.6 ل 0.8. تمام؟ يبقى الفا في السي في الباي في الدي في ال 14 متر يطلع لك حاجه واحده ضغط، ده البي التريت. وهات تاني حاجه البي اللي هو بالباي بيساوي المينيموم ما بين حاجتين، البي التيميت على فاكتور اوف سيفتي بناخده ب 2.5 او ال 500 في الباي على الراي دي سكوير دي بالظبط. الالاوبل سترينث او الالاوبل كومبريسيف سترينث بتاع الخرسانه. يعني ايه الالاوبل كومبريسيف سترينث؟ الاف سي يو شباب ده هو الكومبريسيف سترينث. عارفين الاف سي يو ده 25 ده اسمه الكومبريسيف سترينث. 25 ميجا باسكال، يعني حطيت ملي ملي حطيت عليه 25 نيوتن الخرسانه دي تنهار. 25 ميجا باسكال هي 250 كيلو جرام بسنتيمتر سكوير هي 2500 طن. بقسمها على فاكتور اوف سيفتي عادي عشان احنا شغالين وركينج اللي هو بخمسه بدي 500. ف 500 باي على 4 بدي سكوير دي الماتيريال الاو. باخد المينيموم ما بينهم كويس وهيطلع لي في المساله بتاعتها كان هو ده الاو بالماتيريال الاقل. كويس؟ بعد كده بحدد الان باي بول 1.1 في البي نت على البي الاو للباي. ايه 1.1؟ لا 1.1 بس 1.5 في الديزاين بتاع الفودينج بس في الفودينج بس. فهنا 1.1 ايه 1.1 هو وزن التربه، مينلي وزن التربه اللي فوق البايل كام؟ ده وزن التربه اللي فوق البايل كام؟ لما وزن البايل كام في الحقيقه نفسه بيروح منه جزء كبير قوي للتربه دايركت ما بيروحش للبايل. فبنقول ان هو وزن البايل كام والتربه، بس هو مين اغلبيه القيمه دي في الوزن التربه اللي فوق البايل كام. كويس؟ هقسمه على البيئه الاول اطلع 12 بايل. بعد كده بعمل ايه في الخطوه رقم 4؟ ارينج. انا عندي 12 بايل هحطهم 4 في 3 بحيث ان لازم اوفي سبيسنج معينه من 2.5 ل 3 الدف. فلو الدف البي الدايمتر بتاع البايل، فلو الدايمتر بتاع البايل ب 0.5 فهيبقى الرينج بتاعي 2.5 اللي هي هتبقى 1.25
لواحد ونص. لازم توفي السبيسنج دي بتاعته ما بين كل خازوق التاني. فانا هاخد الواحد ونص از ريفرنس واخليه سبيسنج ما بين كل البايبس. وانا بطلع بعدين هنا لازم تطلع لي بعدين بعد الجروب اكشن كانك مسكت حبل ولفيت البايلز مع بعض. البايلز لما تيجي تشتغل مع بعض كجروب اشتغلت بمساحه عامله ازاي ومحيط عامل ازاي لازم تحددهم. بعد كده ابعاد البايل كامل اللي هيتنفذ بالطبيعه. فابعاد الجروب اكشن هي ابعاد هنا مثلا هيبقى ثلاثه السبيسنج زائد دي على اثنين من هنا ودي على اثنين من هنا يعني ثلاثه السبيسنج زائد دبس. ثلاثه السبيسنج اللي هي 4.5 زائد دبس دايمتر انا اسف و 0.5 يبقى 5 متر. السبيل A1 سنتر لاين للسنتر لاين ليه؟ ما سنتر لاين للسنتر لاين اهو ده من هنا لهنا دبس از سبيسنج من هنا لهنا سبيسنج من هنا لهنا سبيسنج يبقى ثلاثه سبيسنج زائد دي على اثنين من هنا ودي على اثنين من هنا فدي واحده دي 1 تمام؟ فيبقى الـ A1 هي بخمسه وتبقى الـ B1 بثلاثه ونص. ده ابعاد الجروب اكشن اكون محتاج الاريا بتاعتها والبريمتر بتاعها. البريمتر بتاع الجروب اكشن ده وبحدد ابعاد البايل كام اللي هو قلت لك بيبعد عن الجروب اكشن مسافه دي على اثنين او من السنتر لاين بتاع البايل للخارج مسافه دي. تمام؟ فهو اقدر اقول دي على اثنين من هنا ودي على اثنين من هنا تبقى ثلاثه ونص زائد الدايمتر نفسه اللي هو 4 متر وهنا هتبقى 5 متر ونص. احتاج البعدين اللي هي الـ A1 في الـ B1 اللي هي ابعاد الجروب اكشن عشان اعمل التشيك. مهم مفيش مساله وايرز بتخلى من التشيك ده. لو التشيك على الجروب اكشن يعني ايه تشيك على الجروب اكشن؟ عايز اتاكد من ايه؟ ان لما يجي يحصل انهيار يعني لما الحمل يزيد عن القيمه اللي متصمم عليها ان كل بايل ينهار لوحده ولا ان الجروب على بعضه ينهار. لان الجروب على بعضه ينهار يبقى انت حصل لك توتال فيلير في المبنى بتاعك. انما لما كل بايل ينهار لوحده قلت لك انت ما بتخشش حاجه اسمها بلاستيك اناليسيس. يبقى في بلاستيك في ديفورميشن في شويه ستريس في الديستريبيوت ممكن الدنيا تتزن تاني. انما لو الجروب على بعضه كله انهار دايركت فيلير. تمام؟ فبنعمل ايه؟ قلت لك بتحدد حاجه اسمها البي التيميت بس للجروب. يعني ايه بي التيميت جروب؟ هتقول ان الجروب ده كله هيشتغل از سنجل بايل بس ابعاده ايه؟ دائري ابعاده مستطيل اللي هي ابعاده الاي 1 في البي 1 5 3 ونص. فاقدر احدد البي التيميت جروب. انا كنت معوض قبل كده في قانون لسنجل بايل وحددت له البي التيميت ولا لا؟ فين؟ سيم از 1 زي اول خطوه. انت في اول خطوه حددت البي التيميت بس للجروب دائري. عايزك تحدد البي التيميت بس لباير اه بس مستطيل. فبدل باي على 4 في دي سكوير هتحسب 5 3 ونص. بدل باي في دي هتقول 5 زائد 3 ونص في دي. يطلع لك رقم. الرقم ده تحدد منه البي الاو جروب اللي هو البي التيميت على 2 ونص. محتاج الرقم ده يبقى اكبر من ايه؟ ده سترينث ولا ستريس؟ ده سترينث. السترينث بتاع الجروب ده اللي هيقاوم صح؟ محتاج يكون اكبر من ايه ده؟ لو انت عايز يكون ان احتماليه الانهيار بتاعته تيجي بعد لكل بايل في الحقيقه انت عايز تقارنه بالاند بايل في البيئه لو بدل البايل انت عايز تقارنه بالقيمه دي. مش هقول لك انت عايز ان لما يجي الحمل يزيد الاكشوال يزيد ان كل خازوق ينهار لوحده انما البايل على الجروب على بعض ما ينهارش. فانت عايز ده سترينث وده سترينث ولا ستريس؟ الاثنين لا الاثنين سترينث بس ده للجروب وده لكل بايل لوحده. فانت هدفك السترينث ده يكون اكبر من ده ليه؟ عشان لما يجي الحمل يزيد ده اللي ينهار الاول مش ده. فهمت الفكره ايه؟ فهمت الفكره؟ شغال الاول انا اسمع فاكتور اوف سيفتي 2.5 شغال الاول تمام؟ الاثنين يعني انت ده يعني هنقارن الجروب بايل هنطلع الاول وهنقارن برضه بالنمبر بايلز. لا انت لما بتيجي تعمل ديزاين عمرك ما بتصمم مع الاطقم. انت احنا شغالين وركينج. الوركينج عمرك ما بتشتغل بالسترينث زي ما هو وتاخد الحمل الوركينج زي ما هو. لا الالتيميت ديزاين ميثود هي اللي فيها حاجه زي كده ماشي. ممكن السترينث ده بقلله بحاجه بسيطه بس ال 300 دي يبقوا 600 طن. بس هو ايه المشكله لو قارنت الاستريس بتاع الجروب بالاستريس اللي هو ايوه ما انا لسه هشرح اكمل شرح. ايوه هو ايه اللي يخلي الجروب نفسه ينهار قبل ال ما هو ده؟ ما هو ده
متاكد اهو الشده ده الجروب على بعض في الحياه بيشتغل مع بعض مش هيشتغل كل الباقي لوحده في الحياه لا هو الحمل زي ما هنشوف احنا بنحسب السيتلمنت هيروح للتربه من الجروب على بعض فاهمني فانت في احتمال لو ده باين يبقى باين لوحده بقى الباين لوحده ده ينهار على بعض قصدي يعني مش لما يشتغل مع بعض كجروب كل فايل بيدي وظيفه لوحده بيتوزع الاحمال ولا هم كلهم لازم يدي هم مش لازم هو انت الاستريس بتروح للتربه على الجروب على بعض لما حاجه يرمي حمل على التربه التربه هتحس مش كل فايل هيجي يرمي حمله لا زي ما هنرسم دلوقتي ان كل فايل حواليه بارك زون بيحصل تداخل بشكل او اخر بسيط فالتربه بتحس ككونسنتريشن للحمل في زون معين من الجروب فاهمني ازاي؟ انا بتكلم بقى لما يجي يحصل فيلم. انا لما جيت حسبت هنا قلت ان كل بايت حاجه ستاتكس يعني حاجه معادله اتزان كل بايت هياخد شويه من البي كل بايت هياخد شويه من البي فانا هدفي لو حصل بقى زياده في الحمل لا الجروب على بعض اللي هو في الحقيقه هو ده اللي هيشتغل حتى لما اجي اشرح النيجاتيف سكيب بريشر الكود المصري بيبني النيجاتيف سكيب بريشر بتاعته على الجروب لان الجروب هو فعلا الحاجه الاساسيه اللي شغاله في الارض انما السنجل بايت مش شغال يعني عمرك ما هتلاقي بايت لوحده كده شغال في وسط الابداع انما كمعادله اتزان انا بقول لما اجي بصمم البايلز انا عايز عدد البايلز بقول ان كل بايل هياخد حته من الحمل فبحدد عدد بس لما اجي اعمل تشيك لازم اتشيك ان الجروب على بعض لان هو ده اللي هيحصل بقى هو ده الاكشوالي اللي بيترمي على الارض هو ده اللي فعلا ممكن يحصل له الفيل عايز ابعد عنه بقى قدر الامكان انا قصدي ليه ما تخليش الاثنين مع بعض من الاول ازاي؟ مش بضرب فوق وين زي ما هنشوف مثلا كويس؟ في ملاحظتين قبل ما اخش في حزمه السيتلمنت سريعه كده عايز اقول اول ملاحظه لو انت بتتكلم على تربه كلي هنا مثلا يا شباب وهنا ودي تربه سند فالخازوق ده هيفهمك بايه؟ بي فريكشن بي بيرنج وبي بيرنج سند صح؟ بس دي ملاحظه هنا لو جات لك المساله حاجه بالمنظر ده واداك ال ال امبيدد اللي هو الامبيدد ديبث بتاع البايل جوه التربه ركز معايا بحيث ان ال ال امبيدد ده كان ده الدايمتر ال ال امبيدد كان اقل من 2 ل 3 دي خلينا نتكلم على 2 دي لو لقيت العمق اللي دخل جوه التربه اقل من 2 دي فيبقى البي بيرنج ساند مش هتحسبها هي موجوده ولا مش موجوده؟ مستقيمه يعني لو جالك سؤال نظري يقول لك بس انا اهي بي بيرنج ساند ليها مقاومه ولا لا؟ ليها مقاومه بس مشكله الاناليتيكال ايكويشنز اللي احنا شغالين بيها اللي هي مش عارف 9 سي ومش عارف الفا في السي والكلام ده كله مبني على ان لازم لما تقول بي بيرنج ساند او ال ان كيو اللي هي ال ان سي وال ان كيو مين يعني في البيرنج لازم يكون ال ان امبيدد معدي 2 الدبس دول 2 3 عشان كده بيقول لك عمرك ما هتلاقي كازو كده واقف على وش الطبقه وخلاص لازم يخش جوه الطبقه القويه امبيدد دبس معين يكون من 2 3 دي او اكتر طبعا طول ما تزود كل ما يبقى اكتر عشان الايكويشنز تقدر تطلع لك معادله صحيحه تقدر تطلع لك رقم صحيح لو استخدمت الايكويشنز في الحاله دي والخازوق مش موفر الحد ده هيطلع لك قيمه كبيره جدا عن اللي هيحصل في الواقع اللي هيحصل في الواقع اقل شويه كده يا شباب عشان كده بنلغيها ونبقى اوفر كونسيرفاتيف احنا بنعمل ديزاين طيب دي اول ملاحظه تاني ملاحظه لو لقيت تربه فيري سوفت كلي او سنسيتيف سويل زي ما هنقول انواع بس الموضوع مش هيتبني الطبيعي برضه بينطبق لو انا عندي التربه اللي تحت هي كلي يعني اي تربه بيرنج كلمه البيرنج دي لازم لما تيجي تكتبها توفي ال امبيدد عشان تعوض في الايكويشنز سواء ساند او كلي اي تربه يا شباب لقيتها زي ما هقول السكشن الجاي ان شاء الله في انواع من الطرق بتلاقي انت لما تيجي تحمل على البايل كاب ده او على العمود ده ايه اللي بيحصل في الخوازيق؟ صلاه هبوط صح اللي بتنزل بتلاقي ان في انواع من السويلز معدل هبوطها اسرع من معدل هبوط الخازوق نفسه يعني ايه انا بحمل هنا مثلا بتلاقي الخازوق مثلا كل اسبوع بينزل لك ملي مثلا يعني تلاقي ان التربه لا كل اسبوع بتنزل لك 5 ملي باحساسك كده لما هاجي برضه اشرح موضوع النيجاتيف سكيب فريكشن ده
ساعتها لو الفورس دي بتاثر كده هل هنا هيبقى فيه فريكشن سترينث او فريكشن ريزيستنس؟ لا ما هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه اديشنال لود. يعني هتلاقي هو فيه فريكشن هنا بس اتجاهه عكس اتجاه الحمل اللي بيأثر ولا في نفس اتجاهه؟ ها في نفس اتجاهه. ليه كده؟ هو فيه فريكشن بس اتجاهه في نفس اتجاه الابلايد لود. ليه؟ لان معدل هبوط التربه دي كويس اسرع من معدل هبوط البايب فبيعمل لك احتكاك بنسميه نيجاتيف سكيم فريكشن او نيجاتيف فريكشن. في فرق ما بين كلمه سكيم فريكشن ونيجاتيف سكيم فريكشن. ايه الفرق؟ عشان الناس لما تيجي كلمه نيجاتيف كلمه سكيم فريكشن دي في الامتحان دي لا سكيم فريكشن هو يا شباب لو فريكشن العادي لو بفريكشن كريو وفريكشن ثاني انما نيجاتيف سكيم فريكشن هو اللي انا بقول لك عليه ده ان الحمل الفريكشن في نفس اتجاه الابلايد انا هيزود ده بيزود لك اديشنال لود على البايب. هنعرف ازاي بنصمم احتكاك يعني التربه ولا ايوه محتكات بس التربه معدل هبوطها اسرع من البايب ازاي تحت ما بقول لك البايب ده بيهبط في الاسبوع ملي بس التربه دي بتهبط 5 ملي تنزل اكتر من فانت كده احساسك انا بنزل ملي واللي حواليا بينزل 5 ملي جسمي انا حاسس ببره ايه فورس عكس الحمل اللي بيأثر ولا في نفس اتجاه الحمل في نفس اتجاه الحمل تمام فلو لقيت حاجه بالمنظر دي تحتها يا شباب تربه ساند مثلا ملي ساند او تربه قويه تربه قويه بيبقى ايه لها قامك هنا بي بيرنج ساند وبي فريكشن ساند. طول ما يا شباب جات لك مساله الدبس بتاعك ده من 2 ل 3 دي تمام يعني بين الدبس صغير قوي في الحقيقه الفريكشن ريزيستنس بتبقى قليله جدا الفريكشن دي بتبقى قليله جدا طول ما انت العمق البيت ده صغير قوي كده فبتبقى البي التيميت للبايل في الحاله دي هسويها بس البي بيرنج سان وبسميه حاجه ساعتها حتى بسميه اند ايه اند بيرنج بايل يعني الاستريس بتروح عند التيب مين هقول الفكره دي هقول الكلام ده في اخر حاجه في اخر افكار في السيشن عادي عايز اخدها ما فيهاش مشكله جدا خالص بس هتفرق في مكان توزيع الحمل هتلاقيني بقول لك في الفريكشن بايل زي ما هاجي اشرح دلوقتي السيتلمنت في الفريكشن بايل يا شباب يجي يطلب منك السيتل فانت السيتلمنت محتاج كيو اكت عشان خاطر تحدد ام في دلتا سيجما في الاتش محتاج كيو اكت عشان تحدد دلتا سيجما في اتش عايز تعرف كيو اكت ستريس هيروح فين في التربه فلو هو فريكشن بايل يعني بايل على طول جسم وفي فريكشن ريزيستنس ساعتها الحمل هيروح للسي جي بتاع مركز توزيع الاستريس في التربه الفريكشن في التربه بيبقى بالمنظر ده شكل الاستريس كده فالسي جي بتاع السكشن ده بيبقى تقريبا في تلت طول الخازوق من تحت بقول ان الاستريس هيروح للتربه عند ال بايل على 3 وال بايل هو ده يعني قصدي ازاي؟ ده لما هيبقى فريكشن يعني ايه؟ في على جانب طول الخازوق فريكشن ريزيستنس حوالينا فلما اقول ان في ستريس هيروح للتربه الاستريس ده هيروح عند تلت طول الخازوق من تحت. انما لو كان في المساله دي حاجه زي كده مثلا انت هل هنا في فريكشن ريزيستنس؟ يعني هل في الباب زون اللي انا كنت راسمها ورا دي؟ ده انت نيجاتيف ده اديشنال لود ما فيهوش نيجاتيف فبالتالي الفريكشن مني في الحته الصغيره دي. فلما اقول ان الاستريس هيروح للتربه مش هيروح عند الدلت طول الخازوق هيروح فين بقى؟ طول الخازوق عند التب ده الفرق التلت من تحت عند التب التب مش التلت من تحت التلت من تحت اللي هو هتبقى حاجه قد كده لا بيبقى مين الكونسنتريشن عند التب بقى خالص انما لو طول البايل تسات بطريقه يعني رقم محترم كويس زاد بقيمه كويسه ساعتها لا ممكن ناخد ان الجزء بتاع الاستريسز اللي هتديه للتربه في تلت الجزء اللي امبيدد في السنة ده الكلام ده يعني مش هتتطرق ليه قوي يعني لما يكون عندي سوله على طول لو عندك تربه ضعيفه قوي فوق وتحتها بس من 2 ل 3 دبس الدايمتر من 2 ل 3 الدايمتر بتاع الخازوق مسافه صغيره قوي لا الاستريسز هتروح لوكالي عند الدب ده بس الفرق انما انت عايز تاخد فريكشن خدها انما لما اجي اقول لك احسب لي سيتلمنت بتكون محتاج تحدد مكان الاستريس لود ده هيبقى فين في الارض عشان احسب منه سيتلمنت فلو هو فريكشن باي يعني في فريكشن على كامل الباي هيبقى في تلت طول الخازوق
انما لو حاجه زي كده لا هتروح عند التبت. وهتفرق معايا في حاجه ثانيه لو بعمل حاجه اسمها تشيك بيرنج لو عندي تربه قويه تحت تربه ضعيفه. اخر سيشن هيبقى فيه شويه افكار مختلفه كده. عايز السيشن الجاي تيجوا مذاكرين بغض النظر عن الكويز بقى. السيشن الجاي سيشن اي اي تمام. طيب فانا عندي يا شباب قانون السيتلمنت عباره عن ايه؟ اس التيميت هيساوي ايه؟ ام بي دلتا سيجما في الاتش. ام بي ده كونسل بيكون جايبين دلتا سيجما والاتش. يا شباب كنت شرحت السنه اللي فاتت انا ايه دلتا سيجما في الاتش دي عباره عن ايه؟ بيقول لك هي عباره عن مساحه الزياده في الافكتيف ستريسز على كامل طول مساحه. فانت ارجع بعد اذنك السنه اللي فاتت في الفيديوهات وشوف عشان ما عيدش وقت اقعد اشرح الام بي في الدلتا سيجما الحالات كلها. يعني لو الميه هبطت ليها تاثير ازاي؟ فانا مش هلحق اقعد اشرح كل حالات السيتلمنت دي. فارجع افتكر ايه الدلتا سيجما في الاتش دي كانت عباره عن ايه؟ ارجع افهمها كويس عشان بيجي لك لازم يجي لك في الامتحان اثبات سيتلمنت لازم. مش لازم دايركت لا مش هتبقى دايركت. ممكن ما تكونش دايركت خالص. يعني السنه اللي فاتت او اللي قبلها دكتور عمرو جاب قاعده عاديه الطلبه صمموها بقى كده لهم يحسبوا سيتلمنت واحسب الاديشنال سيتلمنت لو الميه كانت ليها ارتفاع معين روح نزلت ارتفاع معين. ما ده بيغير الافكت فاهمني؟ فبيغير الافكت بطريقه معينه فهيأثر لك على الاديشن هيأثر لك على السيتلمنت. بتاع حسب كلاي ولا خارج ولا على حسب نوع الطلبه. هو مين اللي هيحسب نوع الطلبه بس افتكر كانت ازاي بحسبها. طيب فالام دي معايا دلتا سيجما والاتش بقى يا شباب عندي حالتين. لو انا مديك سمك الطبقه يعني انا بقول لك ادي طبقه الكلاي ده كلي اهو الام في تساوي كذا تمام ومديك البعد زي المساله بتاعتنا البعد ده كويس. فانت عارف نهايه الطبقه اللي هيحصل لها هبوط تمام. فبتعمل ايه؟ بتقول والله انا هيجي لي فيو اكت هنا عند تلت طول الخازوق من تحت طول ما الخازوق ده شغال فريكشن تمام. الفيو اكت دي هتساوي ايه يا شباب؟ على ايه؟ لا هي هتروح هي البي الستريس ده الخازوق الستريس ما بيأثرش هنا اصلا. التربه هنا مش حاسه بالحمل. هو الخازوق بيقوم واخد الحمل يرميه على التربه. فانا قلت لك هو هيرميه في السي جي بتاع توزيع الستريس. قلت لك هيرميه في تلت طول البايلز من تحت. هيبقى الستريس هنا اهو يونيفورم. هيساوي ايه؟ البي نت على الاريا بتاعت الجروب الاي 1 في البي 1. قلت لك هو هيشتغل كجروب على بعض فالستريس هيبقى يونيفورم يا شباب عند تلت طول الخازوق من تحت تمام. هيبقى يونيفورم عند تلت طول الخازوق من تحت. هو بينزل من غير ما يعني ما يتنقل ولا هو يعني هو بيبدا تكسير. ايوه تمام. قلت لك هو في او بيتيني يسير من اول فوق بس السي جي بتاع مركز تاثيره اللي هو المركز ده يعني الاريا فوق تحت قد الاريا تحت. فبنقول ان هو الحمل هيروح عند تلت طول الخازوق عشان شكل السي ستريسز اللي بتوزع لي. اعتبروه مثلث ثانيه واحده الاي 1 في الدي 1 اللي انت حددتهم هنا ده الستريس اللي هيروح للارض عند المكان ده. يبقى انت عرفت مكانه وخيمته بكام؟ بقول لهم اعتبروه مثلث. مش مثلث هو شيل شيل ستريس شكله عامل ازاي؟ اهو فمكان التاثير هيبقى في مركز محصله الشيل ده الاريا دي اللي هي فين؟ قلنا تقريبا عند التلت يعني الاريا اللي تحت دي قد الاريا اللي فوق دي. بس شيل ستريس يعني شيل ستريس ايه؟ يعني ده الستريس بتاع ده الاكتوال ستريس ده اللي بيأثر على الارض اللي هو البيع الاريا باخد الاريا بتاعت الجروب تمام؟ فهقول ان الاس اصلا من ام بي دلتا سيجما في الاتش. الاتش بكام يا شباب لو انا مديك سمك الطبقه؟ تحت التاثير نفسه تحت اقرب مكان للطول اللي هي اللي على الثلاثه اللي من مكان تاثير الحمل لسمك الطبقه المعلوم لا دي الاتش. طب الدلتا سيجما احسبها فين؟ في نص الاتش هنا. طيب الدلتا سيجما هتبقى نفس البي بس مقسومه على الاي 1 لان الاتش على 2
في البي 1 زائد الاتش على 2 زي المساله بتاعتنا لما نشوفها نحلها ازاي. تمام؟ طب لو انا جيت قلت لك المساله بتاعتك والله اهي وقال الخازوق وحددت مجموعه الخوازيق خلاص قلت لك ان ده كلي ودي ام في بكذا وبقول لك البي اهي واحسب السيتل معاك ال ال باي هتقول لي ايه؟ تقول لي ان الحمل هيروح عند تلت طول الخازوق صح؟ هنا ال باي على 3 وقيمته كيو ات دي عباره عن ايه؟ البي نت على A1 في B1 صح؟ M في كيفن ال H بكام؟ مفيش بقى طبق بما لا نهاية صح؟ يبقى السيتلمنت بما لا نهاية تقعد الخوازيق دي تقعد يحصل لها بوت لحد ما توصل لمركز الأرض بعدين ناحية تانية كنت بقول لك ايه بقى السنة عشان كده بقول لك ارجع ذاكر السنه اللي فاتت يقول لك لو انت عندك قاعده بالمنظر ده يا شباب عليها حمل اسمه بي تمام وقلت لك احسب لي الهبوط وما كنتش مديك الاتش كنت بتعمل ايه؟ الاتش هي بي هو نفس عقد الدايركت حاجه زي كده كنت بتقول ان عندك حاجه اسمها بارد زون كده البارب دي هي اللي يعني كل النقط اللي جوه الدايره دي اللي انا رسمتها حلو مش عارف ازاي تمام جواها تمام النقط اللي جواها شايفه الحد حصل لها دلتا سيجما زياده تمام فايه اللي يحصل لها؟ ها؟ يحصل لها هبوط انما النقط اللي هنا مش هيحصل لها يحصل لها هبوط فكنت بتقول ان الاتش دي هي الاتش اللي انا بدرسها هو ده العمق الدراسه اللي انا في تأثير هو ده الاتش بتاعتي مفيش اكتر من كده اللي اكتر من كده ده انت اصلا مش شايفاه في الطرق فاهم ازاي؟ وكنت بتقول السنه اللي فاتت يعني من الطريقه التقريبيه كده بتقول ان هي من الثلاثه او من 2 ل 3 البي يعني وتحدد الاتش بعد كده تحدد الدلتا سيجما بتحددها فين؟ في نص الاتش فاهم ازاي؟ كنت بتقول ان دي النقطه والزد بتاعتك بتبقى اتش على الاثنين وتشتغل مش مهم اللي فات ده رينج مش مظبوط يعني مش فعشان كده هنسيب حاجه تقريبيه برضه بس افضل شويه من احنا كنا بنعمله السنه اللي فاتت الاستريس هنا يا شباب كام بين التا ال اي بي يعني هي الاي بي مثلا ده الاستريس اللي هنا طب هنا حاول تصبر الاريا هتزيد شويه يعني الاستريس يعني شويه وهنا طب هنا مش هنوصل لزيرو مش هيقل قوي هل تقدر تحدد لي قيمه الاتش ركز بقى معايا اللي تخلي لي الاستريس بتاعي يوصل من 1% ل 5% من قيمه الكيو ات يعني الفكره دلوقتي انا عايز اوصل ل 0.1 من الكيو ات طب كده انا عارفها ولا مش عارفها؟ عارفها طب هتوصل عند اتش بكام؟ اللي هو هيبقى البي نت مقسوم على ايه؟ اتش بي بلس اتش ايه المجهول في الايكويشن دي؟ ده الاتش دي لما تطلع لك بتعبر عن ايه؟ هو العمق المطلوب عشان توصل من ستريس بيساوي الكيو اي لكام؟ ل 10% منه او 5% منه ممكن الناس بتبقى 0.05 بطلع الاتش بعد ما اطلع الاتش هل اقدر احسب السيتلمنت؟ ها؟ هقدر احسب ولا لا؟ بقول لك ان الام دي بكذا نص الاتش هتقول لي ايه سالتمنت؟ بكام؟ ام دي جيفن هو ليه 10% ما بتتكلمش كده؟ ما بقول لك 10% و 5% انت عايز قيمه قليله قوي اللي هي عندها خلاص البارد زون بتنتهي انت لو حطيت صفر ممكن تحطها صفر بس يعني احنا ناخد عدد من 5 ل 10% كده لان هو اصلا في عدم دقه في حساب توزيع الاستريس تحت الارض تمام ف ايه صافي من ام بي دلتا سيجما ها بكام دلتا سيجما عند النقطه اللي تحت
داتا سيجما انا عايز احسب سيجما للعدد دي وما كنتش مديك اتش في نص الاتش هنا اللي هي نص القيمه دي عباره عن البي نت على الاي بلس نص اتش على الاي بلس نص اتش على 2 في اي بلس نص اتش على 2 اتش على 2 دي داتا سيجما في اتش اللي انت طبعا نفس الفكره هنا فلما اجيب لك هنا اهو بايل انت مش عارف اتش بكام هتقوم عامل ايه؟ تقول انا عايز 0.1 او 0.05 من قيمه الكيو ات هتحصل فين؟ عند بي نت مقسوم على انهي اريا؟ الاف بي ولا اكبر شويه؟ اكبر هنا اهو بي على اف بي 1 في بي 1 انما هتبقى زائد اتش في بي 1 بلس اتش تطلع من هنا قيمة الـ H فكان تقول ان الـ S ultimate عبارة عن MV في دلتا سيجما اللي هي بكام الـ B net مقسومة على ايه ها في H على 2 اذا الـ H على 2 في B1 زائد H على 2 تمام واضرب الكلام ده كله ايه في الاخر؟ اتش. دي الفكره لو انت عندك عارف سمك الطبقه معلوم او سمك الطبقه غير معلوم. احنا اعتبرنا الفيديو عند التلت من تحت. ايوه. ولا اريا معينه كده ده انا هنفهم اللي هي الجروب. اه تمام. ماشي. اديت الجروب مش احنا قلنا الجروب هيشتغل مع بعض. وشكل الاستريسز شير كده فبنقول ان الحمل هيترمي على الارض عند تلت الطول. خلي بالك ان انت ممكن تجي لك قاعده عادي يا دكتور عمرو جابها له قبل كده قاعده عادي كده وقال لهم احسبوا السيتل بس ما كانش فيه عمق عادي بقى تاخد الحمل ده وتشوف ال 0.1 دوس على ايه لحد ايه مش عارف ايه يعني ما تفضلش ان هي للبايلز بس فاهم يا شباب؟ طيب فلو جينا حلينا في المساله بتاعتنا يا شباب امسح اللي فوق دي امسح هنا عشان مش سعيد طبعا بحلها احنا ولا خلاص يلا عشان صورنا خلاص يا باشمهندس لو جيت حليت في المسألة بتاعتنا شفت المسألة بتاعتنا من الأول أول سنة هو معايا بديهم الخالد علي فهيبقى ها يلا حل معايا انا عايز سيتلمنت ومديك الام بي 0.015 فهتقول لي الاس اوتمنت هيساوي ايه؟ ام بي اللي هي بكام؟ 0.0015 خلي بالك من اليونت هضربها في كام دي بقى؟ دلتا سيجما في الاتش دلتا سيجما بكام؟ لازم تحسبها تقول لي ان الحمل هنا اهو هيروح فين؟ في دلتا طول الخازوق من تحت هنا يبقى المسافه دي كام يا شباب؟ 14 14 3 تمام يبقى الاتش بكام؟ 14 على 3 زائد 6 صح؟ الدلتا سيجما هحسبها فين؟ عند نص الاتش مش مهندس السته دي جت من هنا يا باشمهندس هو كان طبعا السمك مدولك في المسافه من هنا لهنا ب 20 تمام يبقى طول الباير 14 متر فالحته دي 6 متر انا حسبتها بايدي يعني مش مديها لك كده تمام؟ طيب اصلا هو مديني الست اللي وراها كانت مسافه الاتش على طول يا ابني لا هو شوف السؤال هو مديك السمك من هنا 20 متر وبيقول لك ان طول الباير 14 متر في المساله نفسها 6 متر هتساوي 14 ازاي؟ 20 متر اصلا تمام؟ فالكيو اكت هنا يا شباب بكام؟ الكيو اكت اللي هنا ده بكام؟ 300 على كام؟ على في 1 في 1 في 1 اللي هي 5 في 3 ونص صح؟ انا عايز احسبه فين بقى الدلتا سيجما؟ 300 على كام بقى؟ 5 زائد اتش على 2 اي 1 بلس اللي هي اي 1 اللي هي 5 زائد اتش على 2 اتش اللي هي عباره عن 14 على 3 زائد 6 يبقى ده اتش في 3 ونص زائد
مش عارف ايه كل ده داتا سيجما تضربه بكام بقى؟ الاتش يطلع لك الكذا بالمتر يطلع لك ارقام صغيره. طيب اضرب هنا 4.1 زي ما عملت هنا انا بحسب ان باي مش هيحسب له ستر من تعالى بالظبط ال 1.1 ده شباب بيمثل ايه؟ اوفر بيرن ده الاوفر بيرن صح ولا ايه؟ قلنا الاوفر بيرن ده ما بيعملكش ستر هو التغير فيه هو اللي بيسبب ستر التغير فيه سواء بالزياده او بالنقصان فاهمني؟ فالاكسترنال هو الكيو هات انما هنا مفيش 1.1 طبعا ما تضربش الكومبي كويس يا شباب؟ تمام كده؟ انا راجع بطلع الكلام ده كله هنحل بقى ايه ليميت اربع مسائل نفس التعويضات نفس الستبس كلها فانت لازم تحفظ الشابتر اصلا لما تطلع من هنا مساله رقم 2 سي مديك حاجه بقى مصممه دي فكره بحب انا اجيبها في الكوزات وجبتها سنه فاتت في الكوزات مديك ايه بايز انا بحب قوي الحاجات اللي بتيجي بالعكس ما بحبش تدي سيستماتيك انا ما والله والله انا نفسي اعمل كوزات مانتويت حلوه دي حلوه يا جدعان ما حدش على فكره انا هكون مبسوط جدا ان انا صححت هخلص التصحيح كله انا في صوابر انا وراكب الميكروباص كده هكون خلصت كل التصحيح اللي عليا والله نفسي بس ما ينفعش ده ديزاين ما اعترفش بصراحه يعني بص خلاص انا ما اعترفش بيه ان هو يبقى في رقم لا ولا احنا ما اعترفش بيه كل حاجه دي ان الجروب اكشن هو اللي يحصل له فيلير بعدين معينه بيبقى تحصل كده ولا ايه انت كل لوجيك اللي هو مش هتبقى ايه اللوجيك اللي هو الجروب يطلع الى ايوه ليه هو اقوى ليه بقى ممكن تطلع لي اقوى انت جروب بتايه كريتيكال انت لا انت بتايه كريتيكال هو فعلا تلاقي انك تعمل تشيك مثلا على جروب عشان فيها ان سي انت لما يبقى السبيسنج بتاعك صغير السبيسنج صغير والطول بتاع البايل صغير فانت كده باحساسك انت الفرق ما بين ده ما بين البيئه اللي هنا وده والبيئة لو بتاع الجروب ايه؟ انت هنا بتاخد مساحة سطحية ومساحة كلية وفي البايلز تاخد مساحات صغيرة فممكن تيجي معاك في مرة تلاقي ان المساحة السطحية بتاعت الجروب اقل من مساحات مجموع البايلز دي والاند بيرنج جروب صغير فتلاقي الجروب كريتيكال ان ازاي بتحصل ان الجروب يبقى ان سيف انت هتلاقي في اغلبية المسائل او اثنين بيقول لك امتى معنى صغيرة انت احنا كل المسائل مش هنبقى بنلاقي الجروب سيف جروب سيف جروب سيف عشان انت موفي التزامات الكود انت ماشي بسبيسنج مظبوط وموفي لينس مظبوط انما لما يبقى قلت لك احيانا ممكن ما نلتزمش بالسبيسنج دي اكون سامح ما عنديش ستريس لان انا ما عنديش مساحه فاهمني ازاي؟ فبيبقى جروب كريتيكال مسافه سبيسنج صغير قوي واللينس بتاعك مش مكفي لا يبقى ان سيف ساعتها لما يبقى جروب ان سيف ساعتها بنكون بنزود اللينس او بنزود السبيس بالظبط كده بس برضه هيبقى هو الكريتيكال بالنسبه لي هو هيبقى هو الكريتيكال طبعا معلش الواحد راح من 10 اللي انت بضرب فيها وانت ما بضربش لما يبقى الباي كاب هنشوفها تمام يا شباب بعد كده طالب مني حد السيتل يا مش ماشيين مش مهم عايز السيتلمنت احسن السيتلمنت ازاي عايز المساله دي سيتلمنت يا شباب ها ايه ما بقول لك هو مديك الام دي هنا اهو مش مديك هنا فالسيتلمنت اللي هو طالبه منك في طبقه الكلي بس ماشي انا حددت ال فالمساله بتاعتي اهي القيمة دي بسبعة ونص القيمة دي بعشرة صح؟ تمام؟
لكن هو ليه كلمه دي بكذا وعايز يسدد احسبه ازاي؟ ها بالظبط حاجه اقول الاستريس هيروح فين في الارض؟ هيروح فين؟ 17 ونص على 3 اللي هي بكام بعد اذنك احسبها؟ 5.8 5 وشويه كام حد يحسبها لي؟ 5.83 يبقى الاستريس راح على الارض على 5.83 انا كنت اجيب لهم بقى في الكويز ايه؟ ولا كنت اجيب نفس المساله دي او مظبط المساله ان الليس ده يقل شويه فلما يجي يقول السبيس ال بتاع الباير على 3 يجي له الاستريس هنا وقوم مديله ايه هنا فيحسب لي سيدمنت من طبقتين بقى ليه لا خساره شطار شطار على الكيبورد ما انت هتبقى بتجيب الاثنين بقى اه تعال بقى نحسبها كده لو انا قلت لك جاتلك مساله زي كده فانت جيت مثلا جالك السيد الاستريس هنا يا شباب ومديك هنا اهو اي ومديك هنا اهو ام دي تحسب السيدمنت ازاي؟ السيدمنت هيبقى مجموع حاجه واحده هيبقى مجموع ولا حاجه واحده بس؟ حاجتين سيدمنت في الساند وسيدمنت في الكريز عارف الساند الكيو اللي هات هنا تعرف تجيبها؟ اه بكام؟ البي نت على الاي 1 في البي 1 صح؟ معاك دي تمام هتقول ان السيدمنت اللي في الساند هيبقى واحد على ايه؟ في الدلتا سيجما اللي هي هيحسبها فين؟ نص يعني وفين الاتش؟ الاتش الحته دي هتقول الواحد على ايه؟ في الاتش في الدلتا سيجما عند نص الاتش اللي هي هتبقى الكيو اكت اضربها في الاريا اللي هنا وتقسمها على الاريا اللي هي على اتش على 2 تمام؟ هتدي اول سيجما بعد كده طبقه الكلي تربه ما لا نهايه محتاج فيها ايه؟ يحدد ايه؟ البارك زون هي هتحصل عند اسمها زد اللي هتحصل عندها 0.1 من الكيو اد الزد تبقى من عند ايه؟ من مكان تاثير الام يعني انا لو كنت كده كنت هنزل الكيو اد زد تحت الكيو اد زد تحت هتصعب على نفسك تمام؟ فانت الزد تقدر تحددها توصل ل 0.1 من الكيو اد تحصل عند زد عند ايه؟ بكام؟ فين الاتش؟ بتاع الدير بلاي ها الزد كلها ناقص الحته بتاعت الاتش بتاعت الثاني وتحسب الدلتا سيجما في نصها فاهم ازاي؟ احنا مسالتنا مش كده مسالتنا الدلتا سيجما اللي الكيو اكت جت فيه عند 5.83 وتربه ممتده لما النهايه فحدد ايه من هنا؟ الاتش اللي هي عندها 0.1 من الكيو اكت فاديني بقول كده اهو انا 0.1 الكيو اكت بكام يا شباب؟ 160 مقسومه على 2.8 في كام؟ 1.6 هتحصل عند اتش بكام؟ نفس ال 160 بس مقسومه على 2.8 في كام بقى؟ زائد كام؟ اتش 1.6 بلس اتش هطلع من هنا قيمه الاتش اللي هتلاقيها طلعت معاك باربعه وشويه تقريبا هتلاقي ده طلع ب 4.52 يبقى احسب الاس التمت هتساوي ايه؟ يديك الام في ب 0.001 الدلتا سيجما هتبقى 160 مقسومه على 2.8 بلس 4.52 على 2 1.6 بلس 4.52 على 2 كل الكلام ده تضرب 4.52 طبعا حاول تعود الكلام ده تحله بالاله لو سوق الطبقه غير معلوم تحاول بالاله تحلها تعمل ايكويشن ان هو فانكشن في الاكس ليش اللي تبقى اكس وتعمل سولف مثلا نبتدي باتش ب 3 و 4 و 5 يحل يعمل اكسلريشن بعد كده هتقوم تقول السيتلمنت هتشيل ال 0.1 دي اللي انت هتبقى كاتبها تشيل الكلام ده كله وتعمل اتش دي على 2 وعلى 2 وتقدر تم دي في اتش في اكس يعني حاول تعملها على الاقل عشان تبقى سريع كويس نحل كمان مساله 5 هنا يا باشمهندس طب لو جت مثلا قول خلاص انت عشان لقيتني بمسح فمش هضيع وقت
مسألة رقم يا شباب 4 مسألة رقم 3 دي نيجاتيف سكيب فريكشن هشرحها هي والبايلوت تيست سيشن الجاي. انا هتحل دلوقتي 4 A و 4 B وكده رسم عليكم وخد كمان انت 5 4 A بيقول لك ايه عشان مسألة كلامية 4 A و 4 B مسائل كلامية ملهاش رسم ركز معايا بقى بيقول لك ابايل 0.45 متر diameter and 15 متر long measured from natural ground level. يعني بيقول لك ان البايل ده طوله قطره 45 سنتي طوله 15 متر متقاس من فين؟ من الجراوند ليفل. يعني البايل ده شكله عامل ازاي؟ كده قطره 0.45 طوله 15 متر. يعني بيقول لك ايه؟ is driven into a clay. عرفنا يعني ايه driven دلوقت؟ بيقول لك the undrained strength of the soil increases linearly with this. The undrained strength of the clay increases linearly with this. Such that C undrained, بيقول لك ان C undrained بتاعتك بتساوي 0.22 سيجما V داش. بتزيد لينيرلي عادي. ايه هو؟ مع العمق. سي اندرين مع العمق. فاهم ازاي؟ كل عمق بيقول لك ليه سي اندرين، ده على فكره ده الحقيقي. سي اندرين مش ثابت على العمق الطبيعي، يعني ايه الفرق ما بين دي يا شباب؟ وانا اكتب لك السي ب 8. يعني بيقول لك الطبقه دي متوسط الاندرين بتاعها ب 8. انا في الحقيقه هو متغير معاهم مش ثابت. لما تيجي تاخد تخش في اخر شابتر اللي هو سب سيرفيس اكسبلوريشن وانت بتعمل حاجه اسمها السي بي تي او الاس بي تي بتلاقي لا السي اندرين بالسي معقول. دي افلام مختلفه. يعني اللي احنا بنحطه ده قيمه متوسطه يعني. طيب هو بيقول لك ان السي اندرين مش ثابت. تمام؟ ده بيقول لك ايه كمان؟ بحيث ان بيقول لك ان السيجما في داش دي از افكتيف اوفر بيردن ستريسز ده افكتيف اوفر بيردن ستريس. تمام؟ بيقول لك ايه؟ determined allowable by load. هو طالب الدي allowable للباي، هو ده اللي طالبه بس طالب حاجه تاني. تمام؟ دي allowable load determined allowable load by load capacity considering a factor of safety equal 2.5. يعمل لك الفاكتور اوف سيفتي اللي هتشتغل بيه ب 2.5 وبيقول لك ان الجاما saturated بتساوي 1.9 تم بر متر كيو وبيقول لك the adhesion coefficient between the pile and the clay equal 0.8. ايه يقصد بالكلام ده؟ adhesion coefficient between piles and between pile and the clay. هو ايه الادهيزن كوفيشن ما بين كلي وتربه؟ الفا. قلت لك الالفا في السي هو ده الادهيجن ما بين الكلي، فهو بيقول لك ان الالفا ب 0.8 ولازم يديها لك لان انت الالفا مش هتعرف تحددها لما تبقى سي فاريبل. يقول لك هات البيئه الاول بحيث ان الجراوند وانت بتقبل عند الجراوند سيلز. طيب البيئه الاول هعمل ايه يا شباب؟ ها؟ رقم واحد دي التمت بي التمت في كل باي. الباي ده هو من ايه؟ بي فريكشن كلي بي بيرنج كلي هيبقى بي فريكشن كلي زائد بي بيرنج كلي. ها الكلام ده بي فريكشن هيساوي ايه يا شباب؟ ها 9 بي فريكشن يبقى الفا اللي هي 0.8 في السي. السي فاريبل في الدبس فهنعرف عند انهي دبس دلوقتي. تمام؟ الفا بالسي في الباي في الدي اللي هي 4.45 في ال اللي هي 15. البي بيرنج 9 في السي هنعرف السي هي متغيره مع الدبس هنعرف عند انهي دبس بحيث ان الزد تتقاس من فين يا شباب؟ من الجراوند سيرفيس. اشمعنى من الجراوند سيرفيس؟ ها؟ اشمعنى من الجراوند سيرفيس؟ يعني لو الباي ده كان دي باي كام؟ وتحت الارض هيقيس الزد بتاعتي من البايب من الفاونديشن ليفل ولا من الجراوند سيرفيس؟ ليه؟
شنو عم لك سيجما في داش فانكشن في الاسبكتيف اوفر بيردن ستريس ماليش دعوه بالفاونديشن ليفل بتاعك فين تمام هذا الكلام ده في ايه الباي على 4 في 0.45 سكوير كويس طيب ازاي دي بقى احسبها ازاي الاسهل السهل عند البيرنج البيرنج هاخد انهي سي طب اقول لك السي فانكشن في الزد هاخد عند انهي زد ها اللي بيحصل عندها الاكتف صح ولا ايه بيحصل عندها الاكتف ويف والترانزيشن والكلام ده صح هتبقى زد هنا 15 عند التب طب والفريكشن عند النص نفس الحكايه اكس ارسم شكل الادهيجن حوالين جسم البايل هتلاقيه مثلث احسب الحجم بتاع المثلث ده فكانك بتاخد نص القيمه اللي هنا اللي هو برضه عند النص فتلاقي بتحسب عند زد 15 على 2 كويس فيطلع لك حاجه هنا اهو وحدتها طن يبقى رقم 2 هو طلبه البي اي لافل لكل بايل هيساوي ايه بقى؟ ها؟ المينيمم ما تنساش اللي بينساها بينقص المينيمم ما بين الصح ده على 2.5 او 500 في باي على 4 في 0.45 سكوير هيطلع لك هو ده الكريتيكال وهيساوي هديك الرقم النهائي دي على بنها طبعا 11.78 تمام هو ده بس اللي طبعا مسألة رقم 4 بي مسألة بسيطة برضو يقول لك ايه مسألة رقم 4 بي برضو مسألة كلامية تبقى كان المسألة الكلامية دي لازم ترسمها عشان تعرف تحلها ولازم تفهم كل حاجة بيقولها لك بيقول لك ايه بقى هنا Black determines the number and the arrangement of 12 meter and centimeter diameter concrete piles. يبقى لك عندك piles قطرها 30 سنتي طولها 12 متر. تمام؟ شايلة عمود عليه حمل 80 طن. Ground surface. Soil formation عبارة عن 16 متر saturated clay. بعد كده طبقة sand لعمق كبير جدا. بيقول لك ان الجراوند ووتر تيبل قال جراوند سيرفيس بيقول لك حاجه اسمها سي ان سي يو 0.32 كيلو جرام بر سنتيمتر سكوير وحاجه اسمها سي دبليو 0.5 من السي يو تمام فتعالى كده نرسم المساله هل هو جاب لك سيري فاونديشن ليفل يا شباب يبقى معناه انه بيقول لك ان البايت كاب ده موجود فين على الجراوند سيرفيس هنا كده بيقول لك ده منسوب الميه البايل بتاعك 30 سنتي 0.3 متر طوله كام؟ 10 متر صح؟ 10 متر حامل العمود 80 طن بيقول لك ان الطبقه اللي تحت هنا طبقه كلي تحتها سان بحيث ان طبقه الكلي سبكها لكل كام متر؟ انا مش حابب احل لوحدي 16 متر يبقى الطول اللي هنا ده 4 متر تمام طالب منه تعمل طالب منك تعمل تعمل الكلام ده ارينج اتحدد ان بايت تعمل ارينج نعرف نعملها ولا لا ها هتقول ايه همسح هنا هقول ايه اول حاجه ايه بالظبط هتقول لي رقم واحد هتقول لي رقم واحد كده في البي التيميت للبايل يساوي ايه؟ بي فريكشن بايل بي فريكشن اسف كلي زائد بي بيرنج كلي بيقول لك الكلي ده بتاع الجاما بيقول لك ان ليه جاما ساتيوريتد 1.9 بيقول لك ان السي يو حاجه اسمها سي يو ب 3.2 كيلو جرام انا اسف طن بير متر سكوير وحاجه اسمها سي دبليو 0.5 سي يو ايه سي دبليو دي؟ لا هي ارض سي كنت بقول لك ان سي ادهيجن احيانا بنسميها سي اي او سي دبليو تمام؟
فالديفرنشال كلي يا شباب هيساوي ايه؟ 0.5 3.2 باي 0.3 اللي ب 12 في بيرنج 9 3.2 باي يطلع لك كده حاجة طن صح؟ رقم 2 دي اللي هو بذل باي يساوي ايه؟ مينيمم من ده على 2.5 او 500 باي على 4 او باي 3 سكوير هتلاقي ان الكريتيكال هو ده وهيساوي 8.06 طن رقم 3 ها ثلاثة هذا ان بايل هيساوي ايه ان بايل 1.180 80 بس عشان على الجراوند سيرف تمام مقسوم على 8.06 هتلاقي طلع معاك لا 9 وشوية هتلاقي طلع معاك 10 بايل 9 تمام رقم 4 جيل علي او ها ده رينج ده صوت سام الرينج بتاعه اوف سبيسنج بيساوي كام 2.5 ل 3 ديامتر 2.5 في 3 ديامتر ديامتر 0.3 ف 2.5 ده هو من 0.75 ل 0.9 واعمل ايه يا شباب ارينج هعمل ارينجمنت ازاي 5 في 2 هتبقى 3 4 3 ايه مشكلة الشكل ده يا شباب انك محتاج تعمل خطوة رقم 5 اللي هي تشيك على الجروب اكشن بس عادي لو جاتك في الامتحان لازم تعملها مفيش مسألة مفيش مسألة ضايع مفيش شيك على الجروب اكشن هتعمل بقى الشكل ده ازاي هتحسب ازاي مساحته ازاي بقى هقول لك حل بسيط علشان هقول لك حل بسيط خلي الزوايا بتاعتك هنا 45 ممكن تحلها هندسيا بس انا لو ما كانت مش هحلها هندسيا فهو عامل ايه ركز بس معايا عشان لو جت لك حاجه كده في اهو مستطيل واطرح منه مثلث اربع انت ممكن تحلها صح انا لو مكانك هرسمها بسكيل وهوفي السبيس بحيث ان المسافه من هنا لهنا ما تقل انا عايزها من بوينت 9 لبوينت 7 هختار بوينت 9 اهو والمسافه من هنا لهنا بوينت 9 عادي جدا وفي الشرط كويس نفس الحكايه ده من بوينت 9 وبوينت 9 وهكذا وارسمها وما يجي كده اهو اعمل على ده كده دايره الدوائر بتاعته هنا وهنا وهنا اعمل الدوائر دي بالبرج بسكيل اختار مثلا سكيل ال 10 سم في سم مثلا فاهمني وارسم الشكل ده فاهمني ازاي وبعد كده اروح جايب المسطره واقيس بقى اطوال الطول ده والطول ده والطول ده والطول ده اسهل بدل ما تقعد تخش الحسابات مش عارف المسافه دي هتبقى كام وده هيبقى كام والحدوته دي قيس الطول ده وده 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 بالمسطره واقسم على كده مثلثين ومربع او مستطيل زي ما هتطلع فاهمني ازاي؟ واحسب المساحه والبريمتر فانا مش هديك القيم مش هتحسبها بايدك فانت هتيجي في خطوه رقم 5 هنا هتقول الارينجمنت لا لا مش هبقى جايبها في الكرسي هتقول الاريا جروب بكام والبريمتر بتاع الجروب بكام غلط عملتها 5 في 2 غلط الاتجاه بتضعف البايلز الجروب ده في اتجاه عن الاتجاه التاني لازم يبقى قدر الامكان انيرشيا واحده في التو دايركشن سواء اكس او واي ولو 8 ما انت لو 8 هتعملها 3 2 3 هتعملها برضو 4 في 2 تمام طيب حددت الاريا جروب والبريمتر هتعمل ايه يا شباب؟ دي التيمت جروب هيساوي ايه؟ دي التيمت جروب ده ايه الفرق ما بينه وما بين اللي انت حسبته هنا؟
انت هتستخدم الاريا جروب والبي والبريمتر في حساب، بعد كده تحدد البي الاول جروب هيساوي ايه ده بقى؟ البي التيميت جروب مقسوم على